الوستاغ مع غفران الماي. صحة شربتكم المت كلكم بسنة إكسبريس أفام، وإن شاء الله رمضان مبروك علينا وعلى الأم الإسلامية. بالنسبة لنهار يصير رمضان يبدأ بطبيعة السحور كما الناس الكل، معناها يبدأ بالنشاط، واحد يتسحر الفجر ثم يرجع كل خلينا نعمل لك النومة الصغيرة هذيك باش نقوم بكري. في القمان نلقى صعوبة كبيرة برشا، اللي هي يبدأ التليفون يضرب من 7:30 للثمانية ونص وهو يحاول فيه باش نقوم. دونك نقوم إن شاء الله هكاك ديما في التوقيت بين 8:30 9 غير ربع. نقصد ربي للعمل الخدمة، عندي حتى الماضي 2:30 الماضي 3 وانا في الخدمة بتاعي. نروح بطبيعتي قبل ما تروح للدار لازمك تتعدى تعمل لك الدوليسة بتاع القضية الكل، ناقصين جبن جيب كذا، جيب بطاطا، فماش سناريا، فماش كذا، جيب هكا. دونك القضية تبدا ما لازم قضية اليوم والعشاء. وقبل هذاك ديما سؤال، السؤال خطير جدا على طريقة عبد الرزاق الشابي، اشنو باش نطيبوا اليوم؟ وتحير انت فك الحكايه هذيك، نقول لهم طيب لنا شقال فطر، ولا طيب لنا ماكله، ولا طيب اللي يجي، وندخلوا فك الدولاب هذاك. ثم روح للدار نلقى الكعبوره يستنى فيا في الدار في بيزيد، وقتها يظهر له يحب يلعب. معناها انت بعد التعب هذاك الكل تقول انت يا روح نقيل ولا نرتاح شويه، لا تلقاه في انتظارك تقول لك اي تو باش نلعبوا، يجيبهم لك اللعب الكل ويحطهم قدامك. دونك انك تاخذ بالخاطر مع ولدك خاطر بتوحشك، تلعب شويه حتى تلعب عليك الدوخه كذا باش تنجم تمشي تعمل لك التعسيله الصغيره، فيست صغيره هذيك قبل شقن الفطر. دونك نرقد ديما نرقد، نلقى فرصه كيفك كنهرب من بيزيد ونمشي نرقد، لكن النوم ما حدش يذب كنا في كل نقوم ونشقوا فطرنا نقوموا بالواجبات اللي علينا. وبالنسبة للسهرية كل مرة كيفاش كان عندي خدمة أو كديريكتومون بروجرام حجام وماشية ولبسة وكذا ومشي نقصد ربي الخدمة، كان ما فماش خدمة نركش في الدار ما نمشيش بلايص أخرين، قهوتي نعملها في داري ولا كاس داي ولا اللي هو، ونركش معناها تستغل الفرصة باش نقعد مع العائلة وشوية مسلسلات. على وأنا بالنسبة لي في المسلسلات مانيش كيما برشا ناس، انا عندي غرام اخر بالمسلسلات اللي هو الدراما السوريه، مغروم بها برشا. اثناء تفرجت على برشا مسلسلات سوريه منهم زقاق الجن العربجي ومسلسل قوي برشا اللي هو العاصي الذئب، ذئب العاصي. غرامي بالدراما السوريه منذ الطفوله خاطر قبل تربينا ياسر على كل المسلسلات السوريه في رمضان. بالنسبه للمسلسلات التونسيه شويه 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 تبعت برشا، معناها شفت شويه مع اسمه ذاك كريم الغربي في طبق الخير. بالنسبه للمسلسلات الدراميه شويه تفرجت على الفلوجه مش برشا، وكهو وباقي الوقت نحط فيلم ولا حاجه ولا نشوف قنوات عربيه شعبت. بالنسبة للشهر رمضان السنة عزوف تام على الكوزينة، ما دخلتش الكوزينة باش نطيب، نستاذ كون رمضان انا نطيب ونعاون المدام وكل شيء. السنة نحتفلوا بالسنة الرابعة زواج، كهو ما عاد تبارك الله عليها وليت معناها أصيانة في الكوزينة، دونك وليت ما عادش ندخل الكوزينة. دونك كان باش ناكل كهو خاطر عديت الثلاث سنوات قبل ديما معاها في الكوجينة مع المدام، خاطر بيسكو هي مزات التاجير وانا معناها خبير في الترتيب والحكاية، توريتها شنو نحب، شنو هي طريقة الماكلة نتاعي، شنو يلزمني معناها شنو نحب شنو ما نحبش. سافا تو تبارك الله عليها خذيت الدبلوم معناها نتاع شهوات معز، دونك ما عادش فما قلق في الحكاية هذي. سي بون تبارك الله عليها ما شاء الله تولت وحدها، ماش تحب تكون تدور بها في كوجينه باش هي تنجم تكتك على روحها طريق الجو كل وحدها. والله بالنسبه لي انا شهر رمضان نعمه من عند ربي سبحانه، نعمه كبيره ياسر، حاجه تفرش الصدر، حاجه تفرح برشا. وديما ديما في كلمه، ثم كلمه في 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 راسي تدور، صوموا تصحوا، قال ربي سبحانه صوموا تصحوا بالحق. معناها رمضان فيه برشا حاجات للصحة للعقل للدم للريتم، ايش تقول ريتم المذيع؟ نفس الوقت في الحاجة مزيانة
الليل عنده متعه، توقيت بعد متعه كبيره، النهار عنده متعته وجو شيخته وقضيته وكل شيء. سبحانه يدخل بركته منها، سبحان الله كيفاش يدخل رمضان بالبركه بتاعه. وربي سبحانه كيفاش سخر لنا الشهر هذايا باش الانسان يفيق ويتعب ويفهم برشا حاجات ويصلح برشا حاجات، وهذاك علاش ربي سبحانه جعل لنا الشهر هذايا نعمه للناس، وان شاء الله ربي يديم علينا بالصحه. بالنسبة المساج اللي نحب نوصله ولا حاجة نتمناها، هي أمنية للناس الكل، نتمنى إن شاء الله ربي يدخل فرحة العيد على كل مستحق وعلى كل إنسان وعلى كل مواطن معناها لقى صعوبة في أن يفرح وليداته. يا رب إن شاء الله الفرحة تعم الديار الكل، إن شاء الله ربي يجعله معناها بالبركة والزكاة الكل يدور على مستحقها. سي خصوص صغيرات، حب يا رب ان شاء الله يفرحك الصغيرات الكل وحتى الكبار هذا، ونتمنى على تونس الاستقرار والامن. هذا من قلبي راه والله، محبه في تونس ومحبه في بلادي، خاطر شو نقول لك، تعبنا وعانينا، نطلب من ربي سبحانه يا رب ان شاء الله يرزقنا بالامان وبالخير في البلاد هذه. الأستاذ مع